جائزة أفضل لاعب صاعد لألفين وتمنتاشر. أفضل لاعب صاعد صلاح محسن. مساء الخير. طبعا مش عارف اقول ايه، بس بشكر كل الناس اللي ساهمت، اللي هي صوتت لي، وبشكر طبعا وشوشة على الاستاد الجميل دوت. ان شاء الله يعني من مزيد ان شاء الله من النجاح ان شاء الله للوشوشة طبعا، وبشكر الجماهير طبعا اللي هي صوتت لي، وان شاء الله يعني المزيد من النجاح ان شاء الله حبيبي.